وبالنسبة لأخبار المحافظات، في أسوان تم الانتهاء من 23 مشروع وبدء تشغيلهم في قرى حياة كريمة. وفي القليوبية تم الكشف على 1159 حالة في قافلة طبية بالعبور. كمان امبارح في جنوب سيناء تم وضع حجر الأساس لمدرسة النيل الدولية في مدينة شرم الشيخ. وفي الشرقية تم توريد أكثر من 50,000 طن من القمح للشوان والصوامع. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان أكدت المحافظة أنه تم الانتهاء من 23 مشروع ضمن مشروعات حياة كريمة بنسبة 100%، وتم التسليم الابتدائي ليها، وده بقرية الدكة بمركز نصر النوبة اللي بتخدم 22,000 من المواطنين والأهالي. بتضم المشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ونقطة الإسعاف، بالإضافة لمشروعات إنشاء عدد من المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشباب والملاعب القانونية. في الأقصر شهدت معابد الكرنك زيادة كبيرة في أعداد السائحين، واستقبلت 5,000 سائح من مختلف الجنسيات والأعمار اللي امتلأت بيهم ساحات المعبد، قادمين عبر رحلات اليوم الواحد من الغردقة أو من طيران الشارتر القادم مباشرة للمدينة. في القليوبية نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية قافلة مجانية لخدمة أهالي الحي الأول بالعبور، وتم الكشف خلالها على 1159 مواطن مجاناً من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات. في جنوب سيناء تم وضع حجر أساس مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ اللي بتقع على مساحة 25,000 متر مربع تقريباً، وبتتكون من 7 ملاحق عبارة عن 2 مبنى للفصول، وبتحتوي المدرسة على 42 فصل و6 رياض أطفال و18 للمرحلة الابتدائية و9 فصول للمرحلة الإعدادية و9 فصول للمرحلة الثانوية. في كفر الشيخ أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم الاثنين من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 4 فجراً يوم الثلاثاء، وده لإجراء أعمال صيانة داخل المحطة الرئيسية مما يؤثر على مدينة كفر الشيخ. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 23 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 149 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري، وبتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم المطار. في الشرقية أكدت المحافظة أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 50,262 طن و718 كيلو قمح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة، وده وسط تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وأيضاً التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.